أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أو نظم عدد من العاملين بصفة أجراء يوميين في شركة خطوط الأنابيب النفطية نظموا وقفة احتجاجية في ساحة الطيران وسط البصرة، طالبوا فيها الحكومتين الاتحادية وأيضا المحلية ووزارة النفط بإعادتهم إلى العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم لأسباب مجهولة. طبعا دوامنا شهرين الى ثلاث اشهر، ففجاه يجينا قرار من بغداد انهاء خدماتنا. شنو السبب؟ ما حد يعرف الاسباب الرئيسيه، اسباب مهمله من هذا الموضوع. طبعا كل الاخوه اللي تركت شغلها من اجل الوظيفه الحكوميه، يعني عالم تركت شغلها من اجل شركه نفط البصره بالاخص، انت تيجي وتنهي خدماتك بكل بروده، هذا الشيء ما مقبول من الاخوه، كلهم عندهم عوائل ما يقارب 600 عائله بصريه، الان قطعتوا ارزاقهم، والان احنا مظاهرين ومناشدين، حطينا مهل اسبوع والاسبوع خلص وموعدنا يوم الخميس ان شاء الله. احنا نناشدكم انه توقفون ويانا، كل احنا اصحاب عوائل واحنا ناس بصريين. فاحنا بالنسبه لنا توجهنا الى الاستاذ صادق مدير هيئه الشعبه وناشدناه بحول هذا الموضوع، قلنا له يا استاذ احنا وليش نهيتوا خدماتنا بين ليله ويوم؟ قال والله انه صلاحيتكم ثلاث اشهر، تمام، اذا احنا صلاحيتنا ثلاث اشهر اكو ناس عندنا داومت من الشهر الثاني ونهوا خدماتهم 1/11، تمام، اذا انت ما عندك صلاحيه بان تقول انا ما اقدر اجدد، اذا شلون جددت هاي؟ هاي وحده. اثنين، بالنسبه ان احنا ناس لا وقعتونا على عقد، لا وقعتونا على شيء، لا اجى امر اداري بان انه لغيتوا خدماتنا، وتقول بالذات انه انت ما عندك صلاحيه بالتجديد. زين اذا انت ما عندك صلاحيه بالتجديد شلون جددت من الشهر الثاني الى الشهر الـ11؟ مناشدتنا اليوم الى وزير النفط الاستاذ حسان ان ينظر لنا بعين الابويه بعين الاخويه، نطلب منهم الفزعه والنظر الى هاي الشباب كلها اصحاب عوائل. ومناشدتنا للاستاذ ماجد الكناني واخونا واستاذنا استاذ صادق المالكي واستاذ رياض، ناس جاي هم يسعون وجاي يبذلون ما يقدمونه لاجل خبزتنا، لكن احنا نطمح للاكثر ونسالهم بالخوه بالابويه ينظروننا نظره خاصه، كل احنا اخوانهم وابنائهم من ابناء محافظه البصره، ما بينا واحد خارج البصره نهائيا. يعني احنا مثل هذا يقول هو عايش بنص البحر ويصيح عطشان، يا جماعه الخير احنا اهل البصره يا ناس، يا اخي هذا الشيء ما يستوعب العقل، احنا اهل البصره، احنا عندنا الحق نشتغل بدوار البصره النفطيه. يا اخي هاي كارثه ما تسولف، جزاكم الله خير الجزاء، نرجو ان توضعوا لنا حل، فتصوره حل لهاي ابنائكم واخوانكم.